واش تبانقلا يبانقلي لو كومونتير ها يبانقلي او يروح هادي خاوتي بقاو تكتبوا فيهم والله ما بغيت بانقلا يبانقلي شو يجي ورا على ادمين شكون ادمين اللي راه هنا معايا ادمين اللي راه معايا خوتي بانقلي ادمين اللي راه معايا بانقلي بانقلي شنو النيميرو تليفون عندك شحال النيميرو اليوم في فرنسا 20 اليوم في البلاد يديروا 2033 ما نعرفش البانقلي دونك بانقلي من عندك ياسين اكتبوا لي ياسين تقول لي النيميرو 2033 خلي كيما راه ياسين 2033 عاود قولي شنو النيميرو احمد ثانوي يدخل شنو مو يدخل عندك انا عارف احمد قولي شنو النيميرو انا عارف لازم تخرج من لايف من عندك ايوه الحباب الزينين ابو رايح يا ريت 04 04 65 65 95 60 44 من الجزائر 2033 4 65 56 044 اي هذاك هو هذاك هو من الجزائر 2033 4 65 80 60 44 هنا كتبتو ميمي بارك الله فيك ميمي عاودي كتبيه باش تبانكلي لي ميمي سيلفو بلي عاودو كتبو النيميرو 2033 46 59 لا واحد راه غلط خويا تاع تعليم اللغه الاسبانيه دارك غلط خويا متغلط تمشي 2033 ايوا تاع ميمي وراه 46 49 نورا غلط خويا 46 59 مش 49 تعليم اللغه الاسبانيه ما مش 49 2033 صح 46 هاكا حمزه اتمنى من التليفون عندك التليفون تاعك عندك الو وعليكم السلام ورحمه الله المنشطه تاع اذاعه مرسيليس ستريم داكور الف تحيه للناس بالعباس من هذا المنبر رانا في الاذاعه مرسيليا ستريم رانا في الراديو مرسيليا ستريم الله يسلمك عيط درك كي تبدا راه عندنا نعطيكم النيميرو درك عيط كي نبداو في دوب زيرو 3 4 بارك الله فيك واش بارك الله فيك صح درك انت تعيط في ما تعيطش عندي في التليفون نو تعيط عندي تعيط في الاذاعه ويفوت يجوز هيا داكور يلا نفتحوا الخطوط بعد انا باين نبداو عندنا ساعه ان شاء الله وربي يحفظكم مرسي شكرا صح العربيه والعالميه عزيز معايا جوالي حول حضارات خارج ستيشن المباشر بما يخص الطريق الوطني رقم 46 راهي كاينه مناورات اي حول اي صح هاك احمد هاك انا مرحبا بكم
الو مرسيدس تريم معك. وعليكم السلام ورحمه الله. قل لي حمزه ديرك كير اخي اخو. الله ينورك الله ينورك الله يحفظك العزيز الغالي. منورين بكم يا العزيز. دير باف ارجو دقيقه دير باف دير مع راح الحال خويا بين بداو ان شاء الله هضرك عيط اتصل. الله يحفظك. صح 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 خسر رقم واحد. صح صح هيا صح صح بين بداو خسر كسر بعث حوته ولا حاجة تاع راديو كسر نمبر وان بعث سبع ولا تاع دير سبع كسر نمبر وان. هو جماعة اللي راح نبدأ. بسم الله بسم الله على بسم الله. دير تليفون سيلونس كاع ديرو سيلونس في برير. اه تليفون تاعكم كاع في برير سيلونس. ها بسم الله الله غير قمرنا على المستمعين. معليش خاوتنا وحبابنا وحنا الكرام حنا قاعد الشيء على جال المستمعين ولا جال المشاهدين رانا نديرو لهم في بليزير تاعهم. فوالا دابا هو كارتي زمان سي نيميرو تليفون. ها هو هنا خاوتنا ربي يحفظكم سقسوا علينا سقسوكم فيها اسئله فيها ما في ناس بعدك. نبدا يا جماعه. صحيح بسم الله سي بون. 1 2 عيط اليوم الغلا اليوم الجزائر كامله تعيط. انا قفلتو حتى نبدا حتى نطقوك من الخط خاوتي نطقوك من الخط حاجه جديده. 1 2 3 www.marcinastream.fr. Vous nous appelez au standard 04 65 95 60 44. Marcina Stream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. أحلى الأغنيات العربية والعالمية. تحية ونغم أشمل التحيات والاختيارات النغمية. كل ثلاثاء من الثالثة للرابعة على الهواء مباشرة. تحية ونغم مع أحمد نذير في التقديم والإخراج.
تحية مسائية طيبة مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم حيث أينما تواجدتم في هذا المساء. مساكم ورد ياسمين أعزائي المستمعين، يحلو الأثير برفقتكم أعزائي بالاستماع والاستمتاع. مستمعينا الأوفياء نرحب بكم أينما كنتم عبر هذا الفضاء الأثيري، تحية ونغمة مباشرة من إذاعة مرسيد ياسرين. فعلا هذا الفضاء يخدمكم في التنشيط والإخراج أحمد سليل مع تحيات طاقم إذاعة مرسيد ياسرين. من نظر انتظاركم لكتبين إهداءكم وصحابكم وكل أحبابكم أينما كانوا حيث أينما تواجدوا. أتصل هذا الفضاء الأثيري لجنديتنا المغربية لمحلكم شنو هذا الفضاء أنحييهم بالمناسبة. أخذنا لكم باقة من الأغاني الجزائرية والمغربية والتونسية، نتمنى أثناء إعجابكم التصويتين على الرقم بتاعنا كالتالي 0-4-5-6-5-6-4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 -
طيبة. كذلك العائلة اليوم في المدرسة كلهم سهرة ممتعة عبر أمواج إذاعة مرسيد ياسريم. الله أمضي واسع مع بعض حتى طربهم على في هذا المساء. الساعة تشير 17 دقيقة بعد التاسعة باستهداف إذاعة مرسيد ياسريم. وعلى هذا الفضاء الاثري تهاني واغاني اليوم صدرت لكم يعني ضيوف اللي خليتكم مفاجاه. معنا السيد مو، معنا ابراهيم ابراهيم كذلك معنا مومو، معنا سيد مو الشاب الهادي أنين مايسرو، معنا ياسين نعم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنت وحيث أينما توجدت، خليني أرحب بضيوفي الكرام أبدأ على بركة الله مع الشاب الهادي. مرحبا بك الهادي. مرحبا بك الأخ أحمد ومرحبا بنا عندكم خويا. نعم نقول لك مرحبا بك مرة ثانية الشاب الهادي. واش قلنا يا الهادي؟ شنو نقول لك؟ مرحبا بكم ومرحبا بالضيافه تاعنا اليوم هنايا. مرحبا بامين المايسترو اللي نعزو بزاف، وياسين وحمزه سيدومو مومو ابراهيم بلينغ. مرحبا بك صاحبي.
الموته ديالك انت يا الشيخ حمد. بارك الله بك، يقول لك مرحبا بك مره ثانيه. نرجع لابراهيم بلين بلين كما قلنا. مرحبا بك ابراهيم. مرحبا بك. نعم تفضل ابراهيم. ممكن تعطيه الميكرو قد شويه الحمزه الشاب الهادي اللي بون. السلام عليكم. نعم. بون سي بون. السلام عليكم. بون اخونا احمد. نعم. اذاعه مارسي ستريم. صافي بليزير. يقول لك اللي اول مره حضرت معنا مرحبا بك. اول مره وي. نعم. الشرف العظيم كما قال لك. نعم ابراهيم راهو خجول شويه حشمان معليش. نعم تفضل تفضل. كما يقول لك شرف العظيم صافي بليزير الاستضافه اللي كبرتوا بنا. انا ما على باليش راني معروض ولا ماشي معروض. انا حاز سيدي مو قال يجيب كاميرا ونروح. كاميرا فوالا. وصافي بليزير والله مام عمي احمد الله يبارك كبر بنا ما شاء الله على راديو مارسي ستريم اللي كيف يقول لك حاجه حاجه لتو. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ونقول لك يعطيك الصحه ومرحبا بك دائما ان شاء الله. ماشي المره الاولى كما قال لك ان شاء الله لا بروشان فوا كما يقول لك اشاك فوا تعرضونا نجي ان شاء الله نجي على ان شاء الله. بارك الله فيك. امين بارك الله فيك. امين امين امين. المايسترو مرحبا بك. امين ترحب بك الجنه. ميرسي خويا احمد. السلام عليكم. مرحبا بالضيوف تاعنا. ديكا سبيسيالمون الشيخ الهادي لانيفيرسير تاعه. جوايوز انيفيرسير. جوايوز انيفيرسير يا الهادي. جوايوز انيفيرسير. اليوم نرجع للمطار. تشا تشا. نعم نعم نرجع لحمزه. حمزه سيد مو. حمزه سيد مو الغني عن التعريف بالتيك توك نتاعو. مرحبا بك حمزه. الله يسلمك احمد خويا. ربي يحفظك ان شاء الله كل المستمعين وكل المشاهدين الاوفياء. ربي يحفظهم ان شاء الله في اذاعتهم المفضله مارسيليا ستريم. والله لي الشرف العظيم نحضر معكم لثاني مره اذاعه ستريم، اذاعه مستمعه ما شاء الله محبوبه الجميع. نشكر بزاف كاع المتتبعين تاعنا داخل الوطن وخارج الوطن وكاع الشبيبه تاعنا وربي يحفظهم ان شاء الله وكاع المتتبعين الاوفياء. وكما يقول لك ان شاء الله ما تكونش ثاني مره وثالث مره. ان شاء الله رانا ديما معكم وديما مع الجمهور تاعنا واقفين. ونشكروا بزاف بزاف كاع اللي المتصلين المشاهدين كاع ربي يحفظهم ونكونوا عند حسن ظنهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ابراهيم ياسين 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 مرحبا بك ياسين. السلام عليكم احمد مرين خويا العزيز. ترحب بك الجنه. مرحبا بنا عندكم في اذاعه ستريم الثالث مره. صافي بليزير رانا حاضرين مع الحباب ومع حمزه خونا سيد مو. تحياتنا لكاع الجاليه الجزائريه والمغاربيه والتونسيه بديار المهجر. صافي بليزير رانا في اذاعه ستريم الاذاعه الغنيه عن التعريف والخاصه بتوصيل اراء ومتطلعات الجاليه الجزائريه بالمهجر. ان شاء الله نتمنى لها المزيد من التالق والنجاح. وتحياتي لكامل خوتي اللي راهم حاضرين. وبلا ما نساو الشاب الهادي خونا اليوم لانيفيرسير تاعو عيد ميلاد. نتمنى له ان شاء الله طول العمر وان شاء الله ربي يعطيه الصحه والعافيه وان شاء الله في اقرب وقت يروح يزور الوالده. وتحيه لكل المتتبعين وال الاوفياء الاذاعه مارسي ستريم وخاصه المتتبعين تاع حمزه خونا سيد مو. بارك الله فيك. نرجع كذلك الصديق هو في مومو مومو يعني هو صديق وفي لاذاعه مارسي ستريم. تفضل مومو. اه يمشي هذا. نعم تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. يمشي الميكرو عندي. السلام عليكم. ترحب بك الجنه افيك بليزير. ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون. اي ما نطولش عليك نقولوا له جوانيفيرسير الشيخ الهادي. العقوبه للسونتو ان شاء الله وان شاء الله العام الجاي يهود يشوف مالي. نعم نعم. والله يحفظكم وان شاء الله ماشي كما يقول سيد مو ماشي الاولى ماشي. نعم وصل 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 وصل. نعم نعم.
نشكرك بزاف والله زميلنا احمد، نشكرك بزاف والله، جينا كما قلت لك الاذاعه احنا فرحين وقارعنا بفارغ الصبر من نهار اللي انفيتيتونا ومن نهار اللي عرفتونا وحنا نقارعوا، والله صافي كرون بليزير. ومازال عندنا لي شونتير جايين الله غالب، راهم في البلاد مازال ما لحقوش، عندنا مصطفى السكساني نهار الجمعه يلحق فاني كاع المحبين تاعنا ربي يحفظهم ان شاء الله، ونتمنوا الشفاء العاجل لخونا مسكين حمزه البيك بوس الشاوي الحر نسبتنا ربي يشافيه من هذا المنظر، خويا وصاحبي ما ننساه ما يروح من بالي. امين امين يا رب العالمين. نقول لكم بارك الله فيكم. مو روح شمان شويه لاول مره يعني معنا باستديوهات اذاعه مارسيليا تريم، ما زلنا متواصلين الى غايه العاشره. مستمعينا مستمعاتنا اينما كنتوا وحيث اينما تواجدتوا يعني متتبعين لجروب لما عربية، نقول لكم بارك الله فيكم كامل. خلينا نرحبوا بكل الضيوف اللي راهم يتبعوا فينا والمستمعين، جمرة عايدي، صفية زميلتي صفية، كذلك عداد ناصر يقول السلام عليكم، علي سماحة، كذلك جدو مصطفى، عندنا كذلك يوسف بن عبد الله، يونس العوراس، حسام مرجان، صبرا الشرق، كزيد احمد، صبرا الشرق كذلك، يونس العوراس، يعني هذو المتابعين اللي راهم يتبعوا بينا وصرناكم كامل، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. حمزة عم حمزة زيد الموت، حمزة زيد الموت معروف بالتيك توك وغني عن التعريف. راكم تشوفوا حمزة يعني الرقص شوي نعم. مستمعينا ومستمعاتنا اينما كنتوا حيث اينما توجدتوا، مازلنا معكم الى غايه العاشره، هكذا تقدموا تحيه كل اصدقاء عندكم اينما كانوا. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كذلك انا عندي اهداء خاص يعني مني انا احمد مرير وكل زملائي وزميلاتي العاملين معايا باذاعه مارسيليا سريم بدون استثناء، عندنا يعني اهداء الى ابن شقيقه زوجة زميلنا ابراهيم المدير العام لإذاعة مارسيليا سريم، يعني بمناسبة ابن شقيقة الزوجة تاعو والسيد هذه اللي كان يعني دخل قفص ذهبي السبت هذا اللي فات، نقول له ألف ألف مبروك وكلنا رانا نبارك لكم، نقول لكم إن شاء الله العقوبة الذهبية صالحة. هذه الأغنية مهداة للهادي ابن شقيق زوجة زميلنا إبراهيم عادل بن إبراهيم المدير العام لإذاعة مارسيليا سريم بمناسبة الدخول القفص الذهبي يوم السبت الماضي، نقولوا له ألف مبروك العقوبة للذرية الصالحة يا الهادي، باسمي وباسم الإدارة العامة للإعلام والاتصال وباسم الزملاء والزميلات العاملين معنا نقول لك ألف ألف مبروك. نعم
نعم على هذه الأغنية ديروا له الحنة مهداة إلى الهادي ابن شقيق زميلنا زوجة زميلي عادل بن إبراهيم. نقول له ألف ألف مبروك عقوبة ذرية صالحة إن شاء الله يا رب العالمين. نعم مستمعينا مستمعاتنا ما زلنا متواصلين. كذلك عندي إهداء خاص للشاب الهادي اللي عيد ميلاده يعني اليوم. نقول له سنة حلوة يا الهادي. تفضل الهادي. لا يحفظك أحمد بارك الله فيك. نعم وربي يطول عمرك إن شاء الله. اليوم روح عيد ميلادك. أقول لك عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة كل حديث إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وربي يطول عمرك إن شاء الله. هذا أحمد نعم جميلة سنة حلوة يا جميل مهداة للشاب الهادي اللي روى عيد ميلاده. والآن مستمعينا مستمعاتنا نرجع لحمزة. حمزة يا حمزة مرحبا 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 حمزة سيد أمو. نقول لك وش راح نقول لك. نعم الميكرو روى يمشي. تفضل. أيوه نعم تفضل عندو. نعم تفضل حمزه. شكرا لك زميلي احمد. شكرا لكل المستمعين الاوفياء. والله راني فرح راني فرح فرحه كبيره كاع. والله راني اليوم معكم في هذه الاذاعه المفضله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي خلينا ديما احباب ويخلينا ديما بخير احنا وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. نعم حمزه عندي سؤال ليك يعني. تفضل. يعني شحال عندك انت في ديار المهجر والغربة؟ راني من تقريبا نقول خمس سنوات. خمس سنوات تقريبا. خمس سنوات. نعم ان شاء الله نهار وين يفرج ربي وتروح الجزائر وتروح ل يعني الولايات شلف. هكا الولايات شلف. وش هي الأمنية تاعك؟ والله الأمنية تاعي عندنا بزاف أحباب نشوفوهم. عندنا ناس كبار عندنا فاميليا. عندنا كاين ناس ماتوا وربي يرحمهم نزورهم في المقابر. عندي جدتي مسكينة ربي يطول في عمرها راهي ما يقارب 100 سنة. الله يبارك. والله هذا ما راني متمني. عندنا بزاف ناس أحباب. عندنا ناس فقدناهم في كورونا. عندنا ناس فقدناهم كانوا مرضى. عندنا بزاف والله واش نقول لك. تمنينا تمنينا لو كان نزورهم حتى في المقابر حتى في واش نقول لك يا احمد يا اخي. خمس سنوات هذه راه فات فيها العجب. والله فات فيها العجب. نعم ماشي حاجه سهله. رانا حاسين بك حمزه ونقول لك يعني الله يعطيك صحتك. اولا وقبل شيء الصحه والهنا قبل كلش. وحمزه يعني انت في الغربه تاعك يعني تعبت شويه لقيت شويه صعوبات يعني. والله ككل المهاجرين وكاين ناس ولاد فاميليا رفدوا معنا. واحد ما يكذبش تلاقينا ناس رفدوا معنا وتلاقينا ناس وقفوا معنا وتلاقينا ناس كما نقول لك سكننا معاهم وتعاوننا معاهم. الحمد لله كاين سلبيات وكاين ايجابيات. هذه هي الغربه ما كاش اللي يصابها كيما بغاها. نعم اكيد. وحمزه يعني بدايتك يعني تسمى تيك توك يعني كيف كانت البدايه كيف؟ والله احمد خويا في البدايه انا كنت بديت في التيك توك كنت في لا بلجيك. كنت ساكن عند خاوتي في بلجيكا حييهم بهذه المناسبه. كنت في بلجيكا درت فيديو هكا بديت فيديو عادي. قال لك الشعب بغاني. قال لك انت هو اللي كنا نحوسوا عليك. قال لك رياح كيما راك. والله درت فيديو غير هكا كيما قال لك جا هكا جا هكذا وصايي دار نال اعجاب الناس نال الملايين والحمد لله. وبقيت مازال عند حسن ظنهم ومازال يعني والله الحمد لله. يعني المجتمع كامل راهو يبغيك وشتيوك يعني نال شهرة يعني في تيك توك. ما كاش اللي ما عرف سيد أمو. لا والله الحمد لله الحمد لله. وغني عن التعريف. والله المجتمع هو اللي فرض عليا التيك توك. ما فرضتوش لا انا لا حتى ما الشعب هو اللي فرض عليا. والحمد لله انا عندي ناس كبار ناس محترمين ناس يتبعونا وكما قال لك رانا عند حسن ظنهم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله تمنوك التوفيق والنجاح يعني في مشوارك. كذلك نرجع قليلا للشاب الهادي وامين مايسترو.
كش ما يعطيونا شوية مقطع هكا للمستمعين أو شوية اللي راهم يتبعوا فينا، أعطيونا أغنية من اختيار من اختيار. أوكي صافي. نعم. غربة. الغربة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، خليكم مع الشاب الهادي الشبحي وأمين المايسترو. والحمزة يختار. إن شاء الله. هي كان أغنية نهدى فيها نوع من العبد فيها كلمات تاع الشيخ المرحوم إبراهيم التخمرتي ما ماشي ما ماشي الله يرحمه الله يرحمه عبدها بزاف نهدي من العبد فيها نوع من نسيه فيها وأنا نتعلم أبوك We'll be right back.
شكرا شكرا ربي يحفظكم الشيخ. على الشاب الهادي نقول لك بارك الله فيك على هذه الأغنية الجميلة يعطيك الصحة. مستمعينا ومستمعاتنا الآن نفتح الخطوط للمتصلين اللي حب يتصل 04-65-95-60-44 عبر أمواج إذاعة مرسيدي سليم. خطوطنا راهي تحت التصرف تاعكم إن شاء الله. مازلنا متواصلين معكم لغاية مازلنا متواصلين إن شاء الله. نعم عندنا اتصال. نعم مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. من معنا؟ معك مول بلاكا الزرقاء كما يقول الأخضر. مول بلاكا الزرقاء. مرحبا بك يا مول بلاكا الزرقاء. سلام أخويا أحمد. تحية خالصة للحمد لله مو شكرا معك. شكرا معنا الشاب الهادي معنا مومو معنا ياسين مومو لاباج بليك شاب المايسترو اللي راح معنا. مرحبا بكم كاع. سلم عليكم كاع. ابراهيم امين امين خويا تفضل قدم تحيات كوره معك. نقدم تحيه للجميع ولكل متتبعين الحمد لله سيد موجي الحمد لله سيد مو ابراهيم بليك وجماعة كاع. تحية لمومو لاباج ثاني وباغي ثاني نقدم إهداء خاص لإبراهيم سكروت وبوكر وكريم الجايح والعيد السيس وولاد البيشان في خمسة إن شاء الله يكونوا في الاستماع. يعني هذو الأصدقاء تاعكم هذو الأصدقاء يعني تاعنا وتاع حمزة يعني يعني سميتوه حمزة الجيش لاب الجيش هكا حمزة حمزة والله حمزة تفضل حمزة. شكرا شكرا نشكرك بزاف خويا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكرك بزاف خويا مول باج الزرقاء. نعم حمزة راهو اليوم راهو زاهي ويضحك بالسيديات إذاعة مرسيدي سليم. الله يدومها برحة إن شاء الله هكا. الله يدومها برحة. أمين أمين. الله يفرحه إن شاء الله. أمين. الله يفرحه ويدوم الضحكة نتاعو. حمزة إنسان ناس ملاح وإنسان زين. الله يسلمك. وناس قاع تبغيه وحنا رانا معاك. وهذه هي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرك على الاتصال. يعطيك الصحة. هذه هي. ونهديك لاكسون شابة الحمد لله سيدي. راك السيارة. بارك الله. طريق السلامة. طريق السلامة إن شاء الله. توصل في السلامة. توصل في السلامة إن شاء الله. شكرا. نعم مستمعينا مستمعاتنا خطوطنا راهي تحت التصرف نتاعكم. من يريد الاتصال حتى يقدم تحياته. معنا حمزة سيد موش شاب الهادي ابراهيم مومو ياسين امين رانا معكم ان شاء الله. اللي يحب يقدم تحياته خطوطنا راهي تحت التصرف نتاعكم في هذا المساء. مساء الخير. السلام عليكم خويا كيفاش تفضل لاباس؟ سلام مرحبا بك خويا راك عبر امواج اذاعه مارسيليا سليم تفضل تحياتي. اذا ابدا تحياتي ان شاء الله للطاقم العامل بمارسيليا سليم. بارك الله. شكون معنا قبل هذا؟ قبل هذا شكون معنا؟ سيمو من مونبولي. مونبولي مرحبا بك الاخ تفضل. نهدي تحياتي لحمزه مومو لاباج بلينغ ونتمنى له ان شاء الله الاستمراريه ان شاء الله والتوفيق. انسان زين حمزه ربي يوفقه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا الاخ. شكرا ربي يحفظك. وهذا هو الاهداء نتاعي ونهدي يعني تحياتي الى ناس خرج لولايه تيالوت ومشكورين على هذا الحصه هذه وان شاء الله نتمنى لكم كل استمراريه ان شاء الله والنجاح لحمزه خويا. بارك الله فيك. شكرا الف تحيه لناس تيالوت والف تحيه لناس قصر الشلاله وكاع احبابنا. بارك الله فيكم. شكرا ربي يحفظك حمزه خويا. شكرا ميرسي. شكرا شكرا. نعم مستمعينا مستمعاتنا مازلنا متواصلين معكم ان شاء الله الى غايه العاشره. خطوطنا راهي تحت التصرف تاعكم راه فتحنا لكم الفضل. في مرحبا بك. الو مساء الخير. السلام عليكم. معنا من معنا؟ معكم من الاخت من بوسطن امريكا. مرحبا بك.
يعطيك الصحة وراه معك حمزة سيد أمو معك إبراهيم معك مومو معك ياسين أمين المايسترو الشاب الهادي مشاء الله وبوراني بشر الشاب هادي كل عام وخير إن شاء الله يا ربي الله يحفظك أختي بارك الله فيك إن شاء الله متتبع وفية سيد أمو إبراهيم بلينكلينك شكرا للأخت شكرا بارك الله فيك الأخت الكريمة بارك الله فيك ألف تحية لك شكرا شكرا هذا ما عندك سيدي راحت أختي هذا ما عندك هذا ما عندي لحظتكم ودائما دائما منتمين هيك قلب وحدي دائما كي نشوفهم يطلع لي النهار ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي الله يسلمك وهذه صديقه وفيه دي اللي مارسيليا سريم وعندك لاباج لاباج الفيسبوك مارسيليا سريم وديري ابوني ورانا ديما معاكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله لا حظك واكد لي على الضحكه الاطاريه مو لاباج مو لاباج راهو يضحك راهو يضحك نعم ما شاء الله ما يحفظكم الله يدوم شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا مع السلامه شكرا نعم مستمعينا مستمعاتنا رانا فتحنا لكم خطوطنا اللي يحب يتصل ويقدم تحياته مرحبا مرحبا بكم من معنا معكم امين امين منين البارونس مرحبا بك يا اخي امين معنا مومو معنا حمزه سيد مو معنا ياسين امين مايسترو ابراهيم معنا الشاب الهادي يا اخوتي السلام عليكم بلغ لهم دعاء سلام واحد بواحد انا بيبي حمزه مسكين بي حمزه طلع ربي يفرج عليه امين ان شاء الله بارك الله فيك اخويا ان شاء الله ربي يفرج علينا ويفرج على الجميع ان شاء الله يا رب امين مو موجود ثاني مو مو عالم واه 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 مو ثاني عندها تحكي لنا في العالم على خاطر الضحكه دخلت تصلوا ما راهم معاك كامل وراهم يضحكوا الله يسلمك اسمع اسمعني كلمة كبيرة كاع الشامي لما ابراهيم بريك بريك الله يعطيه الصحة ثاني والشامي يا راجل ناس ملاحة ما شاء الله زعما بوندا ما شاء الله ونتمنى والله صدقني نتمنى من قلبي ان شاء الله ربي يفرج عليهم ربي يفرج عليهم ان شاء الله زعما مقلب واحد يقولها مقلب اقسم بالله لا مقلب بارك الله فيك راهم معنا راهم معنا بيسيدو هاتي تاع مارسيليا سريم وحتى كما نقولوا حنا يفاجئوا ورانا معاكم يعني بحكم المهجر ديال القربه يعطيك الصحه. اه في كرون بليزير وربي يفرج على كل مغبوشه ولا كل ما يطيحش ليا ويفيتي حمزه خويا يفيتي هذا تاع من اكس ايغري زعما هضروا فيا من دير حياتك خويا راك فاهم شوف غادي نقول لك غير زعما حاجه غادي نقول لك حاجه واخويا نقول لك الباراكريز تجي كبيره وتروفيزا تجي صغير الباسي صغير وتروفيزا كبيره راك فاهمني هذا البروفيزا في راسك بزاف خويا الله يسلمك لا والله جانا شادين فيها ربي سبحانه وكاين رجال مقراينكم كاين ولاد الفاميليا وبنات الفاميليا الواحد ما يقطعش الياس والله الحمد لله خاطر الواحد يهدر هكا يبغي في كيما نقولوا يفيدي شويه مع احبابه ويبغي شويه يحكي حنا ماناش من ذاك الجور اللي يدس ويكتم الهضره مي نحاول ماكسيمو ان شاء الله راني الحمد لله راني معوفي راني مع احبابي مع خاوتي انا في اسبانيا فاني مقريبي ربي يسهل ان شاء الله شد في صلاتك ودعي ربي وربي يسهل على قول امين ان شاء الله بارك الله فيك نشكرك بزاف بزاف خويا العزيز الله يحفظكم ويسلم عليهم كاع من الار زاد وبون سواري وربي يحفظكم وربي ان شاء الله بارك الله فيك خويا العزيز بارك الله فيك شكرا شكرا يعطيك الصحه الاتصال ونقول لك ليله سعيده في امان تحياتنا لك خويا نعم مستمعينا مستمعاتنا خطوطنا راهي تحت الصوت نتاعكم اللي يحب يتصل رانا فتحنا لكم الهاتف حتى تقدموا تحياتكم لكل الاحباب يا بني سلام مرحبا بكم من معنا معك جمال من وجدة عايش في فرنسا مرحبا بك الاخ جمال من وجدة وكل ناس فرنسا الله يحفظك وغادي نوجه تحيه للاخ حمزه وراكم عزاز وربي يحفظكم وربي يدوم مع الحبه امين امين مع ضحك ان شاء الله امين امين بارك الله فيك خويا العزيز يحفظك على خويا حمزه ان شاء الله وفيما قريب امين تحياتي ليك وتحياتي ليك وتحياتي للسكان وجده وناس المغرب خاوتنا ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يستركم الله يحفظك ويا حمزه الله ينورك وشكرا بزاف شكرا الله يكبر بك كما كبرت بنا امين يا ربي امين يا امسيه سعيده وربي يحفظكم ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا للاتصال بارك الله فيك اخي بارك الله فيك
نعم نستقبلوا شويه اتصالات ونرجعوا. مساء الخير ومن معنا؟ السلام ورحمة الله، مرحبا بك عبر أمواج إذاعة مارسيل ياسرين. وشكون معنا الأخت؟ مساء الخير، معكم سامية. سامية 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 مرحبا بك سامية، مرحبا بك وتحياتنا للناس ديون. ميرسي بوكو، راكم لاحظة باس؟ والله على حسب ما يرام الحمد لله. رانا مع مومو حمزة سيد مو ياسين أمين ميسر وإبراهيم الشاب الهادي. نشكرهم كمان، مرحبا بهم وتحية خاصة للشاب الهادي. مغنية غاية نورمالمون الشاب الهادي، غني غاية. نعم تبعتها والله. جيت للبيوبور وكان بزاف الحالة في البيوبور، جيت نجيت سبيسيال من ليون للبيوبور باش غير نتفرج عليه هو وصاحبه أمين ميسر. هو معاك أمين؟ معليش نجرم تحية يحضر نحكي معهم. هو معاك، هو معاك، تفضل الشاب الهادي تفضل. أمين مرحبا بك الأخت، مرحبا بك، مرحبا بك. سلام، واش راك الشاب الهادي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله ولا غاية الحمد لله. يعطيك الصحة وتلا صيف روعة في البيوبو والأروع، صحة ومع واسمو صاحبك أمين. مرحبا بك، الله يسلمك. صافي بليزير والله، صافي بليزير نتابعكم معاك وتفرجونا شوية. يعطيك صبرك إن شاء الله، يعطيكم ربي يعطيكم الصحة. وفريمون يعني كنتوا هايلين في الصيف، كنتوا هايلين، يعطيكم الصحة ما شاء الله. بيكم بيكم ما شاء الله، بيكم احنا بلا بيكم انا والو. نروح نديروا لك قدام تكيت. ونوجه تحية للجماعة اللي تماك حاضرين معاكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسمعوا فيك، ربي يسمعوا فيك كامل. شكرا الاخت الكريمة، بارك الله فيك. نرجع لكم ونديروا لي باقي تاعكم هاكم البلاد وتفرحوا والديكم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك الاخت، ربي يخليك ان شاء الله. بارك الله فيك. حمزه سيد مو ينقص الضحك شويه. حمزه ديما راه بيضحك. والله راني اخت كريمه راني فارح بكم، والله الا راني ساهي بكم. شكرا لكم، شكرا لكم بزاف، ربي يحفظكم. ماشي شاب الهادي، ماشي بارك الله فيكم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. والشاب الهادي وامين ميسرور هم يعني هذه ايام راهم ديما يقوموا بحفلات بيوبور. رغم الصيف راهو بان، ولكن كل يوم في المساء ويكاند ويكاند ترى هما تما. حنا نديروا الحفله عندنا وامين، ومع رانا البوليسيه راهم يجروا مورانا. انا نجري الدوله تجري، انا نديروا الدوله تجري، انا نغني والدوله تجري. نساعدكم ان شاء الله في بابي، وتكونوا يعني تقوموا بالنشاط تاعكم هذا باريحيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الصحه، الصحه مقدم تاعكم، يعطيكم الصحه كامل. لكم امسيه سعيده. بارك الله فيك، نشكرك على الاتصال. شكرا. ميرسي بوكو. شكرا شكرا. نعم مستمعينا، نزيدو ناخذوا شويه اتصالات حتى ما يزعفوش منا المستمعين. يعني شكون معنا؟ مرحبا بك. هي حكيم من الاختي. مرحبا بك. تسمع فينا؟ مرحبا بك الاخ حكيم. نعم بارك الله فيك، الله يسترك بحالك. والجماعة قاعدة مع حمزة سيدم بارك الله فيك خويا. مرسي مرسي، شكرا. بارك الله فيك خويا. وش وخلاص ديت لك امين، ديرك مغابينها بصح شوي امين، ما راهش يبان مليح انا في الكروني قاعد نشوف مليح صغير كلاس ما راهش يبان. حنا امين حضروا هو الكريم ما حضروا ولا لا. واه وقلنا بلي بلي شاب بدر راه مسلم عليكم بزاف، وراه موجيكم مني الديديكاس اللي مساعدي جا هو الاخر. راه يبان لك مليح. الله يسلمك، في خاطرك قاعد قاعد يجي لي خنو باطن. فوالا هاي الطي مليح اللي وصلنا تحت المي. ايوا نقول وصل، انا وصلت سلامي غير هذاك اللي لعب السادي، يقول اودي ما كرهش بزاف في ميدو الزبا هذا ما كنتش. شكرا. ايوا السلام عليكم، ونوصل كيما قلت لنا الجماعه كاع. بارك الله فيك الحاج، شكرا. بارك الله يعطيك الصحه. نعم نرجع قليل الهادي، كش ما تعطيونا اغنيه يعني لا كاين اغنيه راه كاين اغنيه راه دائما حمزه راه يقول لي غنيها. والله عندنا اتصال، عندنا اتصال فوتوه معليش. فوت الاتصال، فوت الاتصال. عزتينا تعزتينا يا مساء الخير الغربه. عزتينا مساء الخير الغربه.
مساء الخير، السلام عليكم. سلام، مرحبا بك خويا، شكون معنا؟ الناس باري خويا. تحياتنا للناس باري ولك وكل العائلة الكريمة ان شاء الله. بارك الله فيكم انتم ثاني. وسلمنا الحار الحمزة خونا ومولا بارك الله يسلمكم. بارك الله فيك خويا، باسي بارك ميرسي خويا. وحمزة قولوا دير لنا ديديكات لصحاب واريزون. بيان سور صحاب واريزون ودرهي ومديونار نو تاو قريت، والله ألف تحية لكم، والله أحلى ناس خويا، الله يدوم هناكم وبارك الله فيكم وسلمنا الحار لكم. الله يسلمك يعطيك الصحة. شكرا، بارك الله فيك، الله يفتح عليكم. آمين آمين شكرا. بارك الله فيك. نعم، نرجع للشاب الهادي. الشاب الهادي كيفاش ما تعطيونا أغنية للمستمعين؟ أنا غني حمزة قال لي الأغنية تاعت وحشت بلادي عيطت. بلادي عيطت، تفضل. يا بركاني من الغربة بلادي عيطت، يا وشلف عيطت، بوقادر عيطت. أنا الفدى اللي استاوت وحشت وميمتي، يا وشلف عيطت، وشلف يا عيطت. جميلة مع حمزة سيدمو، إن شاء الله ما بقناش ونهيو هذا الفضاء، يعني اقتربنا إن شاء الله بعد قليل ولا نعود. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نستمع لهذا البورتري ولا نعود. نحن بإذاعة مرسيد مسلم ولا نعود نعرضهم معنا، نقبل الآراء نتاعهم، تسمى الإذاعة وش رأيهم وش رأيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخ إبراهيم المدحب لي قبلين. فعلا يعني الراديو ما شاء الله مخصى يستخدم، يعني مام استقبال ما شاء الله، الله يبارك مع أخونا أحمد الله يبارك، وإذا ما شاء الله الله يبارك واستقبلنا أحسن استقبال والله يبارك ما شاء الله. نرجع السلام عليكم الشاب الهادي. السلام عليكم الأخ أحمد. نعم احنا نأتي بإذاعة مرسيليا ستريم، يعني إذا لبس بها ويعني ورحبوا بنا، وهذه المرة الزوجة إن شاء الله أنا قلت في الإذاعة وأنني نشوف إن شاء الله كاين مشاهدين بزاف بعد الإذاعة، وربي إن شاء الله تكون ولما لا للعالمية ويسمعها ناس بزاف. بارك الله فيك شاب الهادي. نرجع للأخت سارة. السلام عليكم الأخت سارة. السلام عليكم، ميرسي بوك على الانفيتاسيون هنا عند الإذاعة ستريم. حاجة تشرفنا، حاجة نسمعو نشوفو منها، نسمعو منها ديسيسوار. ميرسي بوكو
بارك الله بك. ونرجع الحمد لله سيدي مو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرك بزاف احمد ماريا، نشكرك على الاستقبال الحار والاستضافه، ورانا ديما معكم مارسيلو ستريم، والله احلى اذاعه. انا معكم دائما في الاستماع وما شاء الله عليها. نشكركم بزاف بزاف على العرض هذه، ونشكر كاع المتتبعين تاع اذاعه مارسيلو ستريم وكاع الشعب الجزائري. بارك الله بك. نرجع كذلك المستمع الوفي ياسين، مرحبا بك. مرحبا بك الجنة إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بنا عندكم في إذاعة ستريم بمدينة مارسيل، إذاعة غنية عن التاريخ، تمثل الجالية الجزائرية وتقول الآراء المهاجرين والجالية هنا بمارسيليا، وفيها برامج متنوعة، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح، وإن شاء الله نشوفها في العالمية. شكرا لك الأخ ياسين. نرجع للمومو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. صافي بليزير، ميرسي بور لانفيتاسيون. واش غنقول لك، إذا عادي الله يبارك، صافي بليزير. إذا مارساي ستريم الله يحفظكم، وميرسي بوكو. شكرا شكرا. معنا كذلك المايكرو أمين. السلام عليكم أخ أحمد. شكرا إذاعة مارسيليا ستريم بزاف بزاف على هذه الاستضافة، معاش أول مرة، مش ما تخش آخر مرة. الحمد لله إذا عزيت من الأحباب صافي بليزير، قعدت لابو خطرة في الزمن هكا، صافي برون بليزير. ميرسي. بارك الله بكم مستمعين ومستمعاتنا، كلنا مع الضيوف نتاعنا دائما نستقبل الضيوف نتاعنا. أخوتي استقبال دائما راهم معنا، نقول لهم بارك الله فيكم، وهم مستمعين اوكي لإذاعة مارسيليا ستريم، نقول لهم بارك الله فيكم والسلام عليكم. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كان بورتريد قمت به هنايا بالميكروفون تاعي مع الضيوف نتاعنا حمزة، مومو، ياسين، امين الشبلادي، ابراهيم. على ما اظن يعطينا اخر اغنيه مع الشبلادي. نعم تفضل امين الشبلادي، هذه آخر أغنية مهداة إلى المستمعين والمستمعات إذاعة مارسيليا ستريم. هذه نهديها كاع للجماعة اللي راه معايا هنايا، أمين مايسترو، عند ياسين خويا، عند سي دمو، ومومو لاباج، إبراهيم بليبلي، وليك أنت يا أحمد. بارك الله. وصاحبي عبد القادر، ومحمد. ياو كان هاني ساكن برا، يا عندو شيح عندو بقرة، يا نظل حول كثرة الهدر، وراه نظر حل الفيدان. هيا قلقلية. We'll be right back.
يعطيك الصحة على هذه الأغنية الجميلة. يعني فرحت المستمعين والمستمعات إذاعة مارسيليا، يعطيك الصحة. قلوا لكم لكل بداية نهاية، لحقنا إلى نهاية هذا الفضاء الأثيري، تهاني وأغاني. نشكر كل من تبعنا وكل من تواصل معنا. نولي لكم أمين آخر كلمة. نشكركم على هذه الاستضافة، صافي بليزير تلاقينا بخويا ياسين حمزة مومو كادر بلينغ بلينغ وشيخ هادي بون انيفرسير. تحياتي لسكان مدينة الرمشي بلاية رمسان وكاع ناس الغربة ان شاء الله. بارك الله فيك الشاب الهادي، آخر كلمة. بارك الله فيكم جماعة وميرسي بوكو على الاستضافة الأخ أحمد. ونهدي تحياتي للوالدين والأخت تاعي مارسيليا وأعتقد صاحبي ناس مارسيلي ومحمد خويا توبا ناس شلف وجماعة اللي يحبونا قاع ومرحبا بكم قاع ومرحبا بي عندكم والسلام عليكم. بارك الله بك، نشكرك على تربية الدعوة. نشكر أمين وناس ورقة ما نساوش. بارك الله بك، نشكر أمين الشاب الهادي على تربية الدعوة. إبراهيم، إبراهيم الميكروفون، أعطيك الميكروفون. آخر كلمة الأخ إبراهيم. بون، آخر كلمة كما يقول لك هذا ديديكاس سبيسيال خضير وصاحبي عرب مستغالين عرب صالونا وما نساوش هشام بوروبا وعرب شلف المران ديديكاس زينو تاع ليكيباج وما نساوش ولايتي مستغالين وبلدية تاعي وفتاخر بها بلدية حجاج بوسكي ديديكاس لهم وديديكاس لزكروت فلايبيا بوكر ولاد بيشان العيد السيس ليكيباج كاع تاعنا ديديكاس لكم خوتي نموت عليكم وما نساوش متفقين الكرام احمد مريم تاع وما نساوش احمد خونا شكرا على الاستضافه تجوق وبارك الله فيكم وبين هذه افونتو كما يقول لك ديديكاس الوالديه الام والاب وخوتي وحبابي وكاع صحابي واللي ما ذكرناهمش ان شاء الله ما يزحفوش منا والسلام عليكم وشكرا بلا ما ننسى واحد ديديكاس راه لحقني من عند عبد القادر صاحبي قال لك خاطر اولادي بسمه وامين وماريا
وقال لك كل خاطر الناس كاع وناس وارق لا ما نساهمش حبابنا الناس مصراعيم وفي خاطر ابراهيم وليدي الناس وراشيده وناس وارق لا هذه هديه من عند الشيخ الهادي بارك الله بك مومو اخر كلمه ممكن Merci pour l'invitation, Allah yahfadhak, un grand dédicace pour ma mère, Allah yashafiha inchallah. Amin ya rabbi. ربي ومرسي بوغ المتتبعين تاعنا وما كما يقولوا ماشي الاولى وماشي الاخرى وان شاء الله العقوبه الدوزيام انفيتاسيون ان شاء الله ومرسي بوكو الله يحفظك احمد خونا الله يحفظك الله يبارك ونقول حتى انا نقول لك يعطيك الصحه على تلبيه الدعوه والله يشافي الوالده تاعك ان شاء الله يا ربي ما ننساش ديديكاس للناس كي كدا ان شاء الله راهم يتبعوا بك الله يحفظك ونتمنوا الشفاء للوالده ان شاء الله ان شاء الله ربي يشافيها ان شاء الله عاجل والله يجعلها طاهره ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هذا ما عندك هذا ما عندي بارك الله بك نرجعوا لسيد امو سيد امو سيد امو حمزه سيد امو شكرا شكرا احمد شكرا ربي يحفظك ان شاء الله ربي يشدنا حمزه ما راش هيوشي الميكروفون تفضل شكرا شكرا احمد نعم شكرا زميلي ربي يحفظك ان شاء الله نشكرك بزاف على الاستضافه ربي يحفظك وربي يشدنا في هذه الناس المتابعين كاع احلى ناس والله احلى ناس الداعمين كاع عبد النور خويا العزيز كاع خاوتي ديال خاوتي بزاف بزاف ديال خاوتي ببلجيكا وديال الخاوتي في شلف وخاتكوت والبرعم الصغير خير الدين وليد خويا ما ننساش بزاف بزاف وربي يجيب الشفاء لميمتي ان شاء الله ونشوفها في اقرب وقت ان شاء الله ونشوف كاع الاحباب وربي يرحم كاع اللي ماتوا وربي يفتح الزوا ولا ان شاء الله امين يا رب العالمين هذا ما عندك سيد محمد القدير عندي بزاف عندي قدير وصاحبي عندي احبابي كاع المتابعين عندي عز الدين عندي لي زادمين والله عندي خاوتي احلى ناس متابعوا فينا ناس الشاويه ناس وهر الناس مستغالي من ناس البليده والله من كل ولايه ربي يحفظهم وربي يشدنا فيهم وان شاء الله نبقاو ديما ان شاء الله مع بعض ونبقاو ان شاء الله ديما اوفياء لبعضنا وربي يفتح على الجميع وان شاء الله تكون هذا العام ان شاء الله يكون سعيد على الجميع ان شاء الله وتكون سنه جديده الف تحيه القاسم وخويا لافامي بوشايب ناس قصر الشلاله وان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون ان شاء الله هذه السنه الجديده ان شاء الله ويكون كما قال لك تجيب الخير معها ان شاء الله وربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ رئيسنا وربي يحفظ كل شيء ان شاء الله تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء بارك الله بك حمزه ونشكرك على تلبيه الدعوه نرجعوا لياسين ياسين ياسين ميكروفون اعطينا الكلمه اخي احمد نشكرك على حسن الاستضافه وعلى الدعوه ونهدي تحياتي كاع خاوتي اللي راهم حاضرين صافي بيزر كي حضرت مع الحبه ومع خاوتي حمزه سيد مو مومو لافاج ابراهيم خويا بلينك بلينك الشاب الهادي بالمناسبه نقولوا له جوان ايزانيفيرسير عيد ميلاد سعيد كل عام هو بخير ان شاء الله اخي امين المايسترو الغني عن التعريف وبهذه المناسبه نهدي تحياتي للوالده تاعي والوالد ان شاء الله نشوفهم في اقرب الاجال ولقى خاوتي للزوجة الكريمة الأولاد السيكونتويت ولاية ونخصوا بذكر ولاية شلف يعني أنا من ولاية شلف نعتز ولايتي وتحياتي لقى خاوتنا المغاربة وتوانسة وين ما كانوا ونشكروا لقى خاوتنا اللي راهم حاضرين كما ما ننساوش الناس اللي راهم مرضى ربي يشافيهم ان شاء الله واللي راه مغبور ربي يفرج عليه امين وبالاخص خاوتنا الحراقه ربي يقضي لهم صوالحهم ويفرج عليهم في اقرب الاجل ان شاء الله وبارك الله في كاع المتتبعين تاعنا وناخذ بذكر الاخ احمد مريني بارك الله فيك مره اخرى على حسن الضيافه ربي يحفظك ان شاء الله ونتمنى مزيد من النجاح وتالق الاذاعه مارسي ستريم ان شاء الله والسلام عليكم بارك الله فيك شكرا عندك كلمه والله عندي اخر كلمه احمد شكرا احمد ان شاء الله ما نكونش ثقال عليك ان شاء الله كنا ضيوف خفاف عليك بارك الله عندي حبيبنا وخونا حمزه راه مريض حمزه البيك بوس من بيتنا من ولاد بيتنا وعندنا خونا مشرف بوجمعة الدهزاوي غني عن تعريف فني بوجمعة خونا كان مريض وراه في راه كما قال لك راه يتحسن ربي يشافيهم ان شاء الله وربي يشافي كاع امه محمد عندي بلال صاحبنا فني فني من شلف راه في اسبانيا باش فيداوي فاني مسكين على عينيه فاني ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله يا ربي ونشكركم كاع كاع المتابعين كاع اللي قالوا لنا كومونتيرزين كاع اللي اتصلوا كاع اللي كيما قال لك اللي راهم فرحين معنا وقفوا معنا وكيما قال لك فوتوا معنا هذه الساعه
ان شاء الله نكونوا اخفف عليكم الليزوم. ربي يحفظكم كاع 58 ولايه داخل الوطن وخارج الوطن، حتى الوجده، حتى خوتنا المغاربه، حتى خوتنا التوانسه، كاع ربي يحفظكم وربي يستركم كاع الجاليه المقيمه في الخارج واللي راهم في البلاد فاني ربي يسهل عليهم. بعبع خويا نسبه سكره رضا بن جلول، نسبه سكره بزاف بزاف. الخضر فاني صاحبي الخضر الكارنت ويت ناس غيليزان فاني، الف تحيه الناس غيليزان. الحاج دودو فاني ناس شلف، حاج دودو ناس ابو الحسن ربي يحفظهم ان شاء الله. ومصطفى مرسي بيان سور، الشاب مصطفى الشيخ تعين مران كبير وصغير، وكاع وليدات بوقادير، وليدات واتسلي، ولاد الحاج عبد، ولاد خالتي بزاف بزاف. الف تحيه لولاد خالتي في ولاد الحاج عبد، وولد السهلي، ولد السهلي ما نساه ما يروح من بالي. ولد السهلي خويا والله احلى فنان، ولد السهلي وناس وهرا ربي يحفظك. وقاديرو بيان سور ناس مستغالي، نموت عليكم ما نطولوش عليكم، ربي يحفظكم ناس الشطيه، الله يستركم ناس تلمسان سنجاس كاع. بارك الله فيك حمزه، بارك الله فيك حمزه. واش حبيت تقول ابراهيم؟ امين امين تفضل. امين تفضل. انا حبيت نقول الشيخ بلا شيخ ماهو شيخ، خاطر الشيخ جلالي اللي علمني السنتي وعطاني خدمه مليح في الاول، الله يحفظه الشيخ جلالي تاعنا. امين ان شاء الله. تحيه لبنات اختي الكتكوته مرام، كتكوته رهف، وسيدي احمد بزاف بزاف ان شاء الله. الوالدين بارك الله بكم وشكركم على تلبية الدعوة. بارك الله فيك الأخ، بارك الله بكم، ربي يبارك بخير إن شاء الله. آمين. ومعيش الأولى ومعيش الآخرة، مازالت أيام إن شاء الله. وحمزة ومومو وياسين، آمين. إبراهيم الشبل هادي ما زالت الايام، وان شاء الله نعاودوها لما لا. ان شاء الله هذه كانت غير جات مفاجاه، ما درناش بروغرام. وجات والله جات، جات شابه ان شاء الله، جات مليحه والله. جات كان في اسبانيا وجات مفاجاه. نقول لكم بارك الله بكم، يعطيكم الصحه كامل، ونشكركم على التلميذ. تفضل حمزه. والله بزاف ولايات راهم يكتبوا لي كاع الولايات، خوتنا كاع سطيف السعيد وخويا فاني احلى شانتور، خوت ناس مدريد اللي عايشين معايا في مدريد، لافامي بن قاره، محمد بن قاره، الجلالي طيزن، والله كاع خوتي كاين ناس بزاف حبابنا ياسرين، ما تزعفوش منها. كي نقول 58 ولايه كاع راكم فيها هكا خوتي، ناس قسنطينه، تيارت بيان سور، ناس عنابه، يا دوله كاع خوتي، والله كاع خوتي لي زوم ما تحشونيش وما تلومونيش. اليوم يحشى على حمزه ان شاء الله. معليش مرحبا بكم، دار كبيره والله، مرحبا بكم صداقه على الشبابي، ربي يرحمهم. بارك الله فيكم، شكرا شكرا، يعطيكم الصحه، ونشكركم على تلبيه الدعوه. مومو حمزه سيدمو ياسين امين الشاب الهادي وابراهيم، نقول لكم بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه ان شاء الله. نعم ان شاء الله، نعتبر من المستمعين والمتتبعين، نشكر كل من تبعنا وكل من تواصل معنا، نقول لكم بارك الله فيكم كامل. وكذلك مني انا احمد مرير، اشكر لو جروب لما عربيه، يعني الجروب نتاعي اللي راهم في المتابعه كامل كامل، راني نشوف لي كومونتير تاعكم بدون استثناء. نقول لكم بارك الله بكم، ديما نذكرش الاسامي، رانا من القلب للقلب نقول لكم بارك الله بكم على المتابعه والتواصل معنا. وما تغادروش امواج اذاعه مارسيل يا سريم، دائما نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. لا يسعني الا ان اقول لكم ليله سعيده في امان الله، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في برنامج اخر ان شاء الله. استنافي استا بالقلال، استنافي استا بالقلال، عزلي تاع الغربة. العربية والعالمية تحية ونغم، أجمل التحيات والاختيارات النغمية. تحية ونغم كل ثلاثاء من الثالثة للرابعة على الهواء مباشرة. تحية ونغم
مع أحمد برير في التقديم والإخراج.